أيها الإخوة، احذروا من كلمة مطر. يظن الكثير من الناس أن كلمة مطر يقصد بها الماء النازل من السماء فتسقى به الأرض لتنبت نباتها، والحقيقة أن كلمة مطر لم تستعمل في القرآن الكريم إلا بمعنى العذاب أو الأذى، ونحن ندعو الله عز وجل أن ينزل علينا المطر، هكذا يدعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإليكم الآيات التي جاء فيها ذكر المطر لتعرفوا أن المطر علينا أن لا نذكره، وإنما علينا أن نلتزم بتوجيه القرآن. قال تعالى عن قوم لوط: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأخبرنا عن مقولة الكفار: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. وقال: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أما الماء النازل من السماء لسقي الأرض والأنعام والناس فقد استعملت له ألفاظ غير لفظة المطر، منها كلمة الماء. قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وقال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وهذا من نفحات رحمة الله، والماء يحرك الأرض بالنبات. ومنها كلمة الغيث. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ولم يقل كلمة مطر في القرآن أبدا، فانتبهوا فانتبهوا.